ينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس أيضا السيد علي المرعبي، رئيس تحرير مجلة كل العرب والكاتب والباحث السياسي. سيد علي، صباح الخير، أهلا بك معنا في هذه التغطية. احتجاجات تصل إلى حد المواجهة، ويوم أمس شهدنا تغيرا ملحوظا أو منعطفا خطيرا بين المتظاهرين والشرطة. كيف قرأت هذا التطور، وإلى أين تسير الحالة السياسية في فرنسا؟ صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. بالحقيقة الأمور تتطور نحو الأسوأ أمام تعنت الحكومة الفرنسية بالنسبة لقرار رفع سن التقاعد الذي لا يحظى بتأييد شعبي، وبالعكس هناك نسبة حسب استفتاءات الرأي نسبة كبيرة من الفرنسيين ترفض هذا القانون الذي يعتبروه غير عادل بالنسبة للعاملين والموظفين. المشهد منذ ليلة أول أمس تظاهرات ليلية متنقلة، وهذه تحدث لأول مرة، يعني مثل ما نقول نسميها تظاهرات طيارة تنتقل من مكان إلى مكان، وهناك صدامات شبه يومية وشبه بكل وقت يعني بين المتظاهرين ورجال الشرطة ورجال مكافحة الشغب. تشهدها شوارع باريس، امبارح كانوا بمنطقة الريبوبليك والشاتلي وإلى آخره، كان في يعني تظاهرات متنقلة وكثيرة، وهذه تؤدي إلى مزيد من العنف، العنف الذي يضر بالمجتمع الفرنسي ويضر بالاقتصاد الفرنسي أيضا. طبعا كل الناس تنتظر يوم غد، اليوم الذي دعت إليه النقابات العمالية كلها، بالإضافة إلى قوى سياسية ومجتمع مدني رافض لهذا القانون، إلى تظاهرات وأضرابات شاملة ستشل البلاد بالكامل. يعني غدا هو بالفعل كما نقول هنا بفرنسا سيكون يوما أسودا، يعني تتعطل به حركة المواصلات والمطارات أيضا، وسكك الحديد والمحلات الكبرى ستكون مغلقة بسبب عدم قدرة وصول الموظفين إلى أعمالهم. أنا اللي بشوف أنه يجب إيجاد حل عادل بين هذه الأطراف، يعني بين طرف الحكومة والرئيس ماكرون والقوى السياسية والنقابية الرافضة لهذا المشروع، لأنه التصلب من كلا الطرفين سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاجتماعي والاقتصادي لفرنسا. طيب سيد علي، يعني هنالك خبر عن أن يعني أن اليمين سيقوم بتقديم لائحة أو طعن على هذا القانون لدى المجلس الدستوري اليوم. برأيك هل سيؤثر ذلك فعلا على قرار أو على مسيرة هذا القانون الذي هو أساس المشكلة وهو رفع سن التقاعد في فرنسا؟ نعم، الطعن الدستوري يعني ممكن أن يؤتي أكله من نواحي، ولكن لن يكون ملزما للحكومة بتغييره أو بإسقاطه أو بسحبه، طالما أن الحكومة الآن تتمسك أنها استطاعت أن تأخذ أغلبية ولو نسبية بمجلس النواب بالتصويت على المشروع. لم يعد يعني قرار صادر من الحكومة، مشروع صادر نعم. من الحكومة، وإنما أخذت عليه موافقة من مجلس النواب الفرنسي. نعم سيد علي، تظهر إشكالية أخرى أيضا، أنه الحكومة تعتبر أن أخذت مشروعية من مجلس النواب، وهنا يتم التساؤل أيضا، هل نعم. يعني ديمقراطية الشعب هي الأصح؟ نعم، ويبقى هذا التساؤل مفتوحا بالتأكيد سيد علي، وقابل أيام ستطلعنا على مزيد من التفاصيل بالتأكيد. أعتذر منك فقط لضيق الوقت. السيد علي المرعبي، رئيس تحرير مجلة كل العرب والكاتب والباحث السياسي، كنت معي من باريس، شكرا لك.